السلام عليكم ورحمة الله، متابعينا الأعزاء، أهلا بكم حلقة جديدة من شرح تطبيقات نظم معلومات الجغرافية للشرع عن بعد. النهاردة هنشوف إزاي إن إحنا نقدر نحصل على آخر إصدار من نموذج الارتفاع الرقمي الخاص بناسا، اللي هو ناسا ديم، اللي تم نشره في فبراير الماضي. ده الموقع الرسمي، هتلاقوه موجود في الديسكريبشن مع الفيديو. هنلاقي عليه معلومات وافية عن البيانات وكيفية الحصول عليها والفورمات المختلفة. اشهر فورمات هو ال HGT، ده اللي احنا هنحاول نحمله. هنفتح الموقع، هنلاقي برضو فيه معلومات عن الفورمات وكيفية رصده، معلومات وافية وتاريخ الرصد والمراحل المختلفة من المعالجة اللي تم بيها البيانات او اللي اتطبقت على البيانات. وهنلاقي كمان فيه معلومات وافية عن الفورمات نفسه، اللي هو الكوليكشن بتاعه، المساحة، التاريخ. هنلاقي معلومات والجيوغرافيك دايمنشن، وبيبقى الشريحة 1 درجة والريزوليوشن تقريبا 30 متر. وكمان بيبقى فيه اللاير، لو فتحنا اللاير هنلاقي فيها دي الفايلات اللي بتنزل جوه كل شريحة، الفايل الأساسي اللي هو الديم، وفايلات تانية بتوضح المعالجة والتصنيف، وكمان المصادر المختلفة اللي تم تطبيقها وتم استخدامها في معالجة البيانات دي. عشان نحصل على البيانات هنروح على Access Data، هيفتح لنا الاختيارات. في 4 مواقع ممكن ننزل من عليهم البيانات، افضلهم طبعا احنا عندنا الداتا بول ده دايركت داونلود، بس بنبتدي ندور على اسم شريحة شريحة، ما بنقدرش نشوف الشرايح. افضل موقع اللي هو الناسا ايرث داتا سيرش، ده بنقدر يفتح لنا خريطة، بنقدر نعمل براوز ونقدر نحدد اريا عشان ننزل لها البيانات بتاعتها. هنفتح الموقع الناسا ايرث داتا. الموقع ده بس بيحتاج يكون ليك اشتراك عليه، الاشتراك مجاني، بتعمله بالايميل، خطوات بسيطة. بعد ما بتعمل اشتراك وبتسجل دخول، لو فتحنا هنلاقي على طول هو جاب لنا في السيرش البيانات على طول. الموقع طبعا عليه مصادر كتير لبيانات ناسا، بيانات مختلفة وانواع كتيرة مختلفة. احنا تركيزنا النهاردة عن نموذج الارتفاع، هو اللي هننزله. لو احنا ضغطنا على البيانات بتاعت الناسا ديم، هتفتح لنا البيانات بتاعتها او معلومات عنها. هو هنا بيقول لنا ان احنا عندنا 14520 شريحة، دي اللي مغطية معظم دول العالم. طبعا نقدر نروح على اي شريحة برقمها، هو بيدينا رقم الشريحة بالنورث والايست 1 درجة، وبنقدر نختار ونحمل تحميل على طول لاي شريحة. لكن احنا لو عايزين نعمل فلتر بحيث ان احنا نحدد اريا معينة او مكان معين نحمل له البيانات، وليكن المثال اللي هنطبق عليه هنا دولة تونس، فهنروح نعمل زوم على دولة تونس، وبعدين هنبتدي نحدد المنطقة اللي احنا عايزين ننزل لها البيانات هنا من اد بوليجون، وهنبتدي نرسم مضلع حوالين المنطقة بتاعتنا اللي احنا محتاجين ننزل لها بيانات. عشان نقفل الشكل لازم، هو هنا بيقول لنا لازم تضغط على اول نقطة انت ابتديت عندها اللي هي دي، كده قفلنا الشكل. كده هيبتدي هو يفلتر البيانات وينزل لنا بس الشرايح الخاصة أو المغطية دولة تونس، مش كل الشرايح الموجودة. هنروح تاني على البانل بتاعة النافيجيشن، هنلاقي على طول هو بقى 47 شريحة فقط اللي مغطيين المنطقة بتاعتنا. عشان نحملهم كلهم، احنا ممكن طبعا نحمل شريحة شريحة كالعادة، بس لو احنا عايزين نحمل الشرايح كلها مرة واحدة، هنروح نعمل داونلود اول، هننتظر بس ان الموقع يعمل بروسيسنج عشان ينزل لنا البيانات. هو كده خلاص عمل بروسيسنج وقال لنا ان البيانات جاهزة للتحميل المباشر. بيدينا كمان هنا معلومات عن هم 47 شريحة، مساحتهم تقريبا 182 ميجا، ده بشكل مضغوط. هنعمل بقى داونلود اول عشان نروح على نشوف ازاي نقدر نحمل ال 47 شريحة مرة واحدة. هننتظر ان هو يعمل بروسيسنج. خلاص، هنعمل حاجة اسمها داونلود اكسس سكريبت. الاكسس سكريبت ده بيبقى فيه اللينكات بتاعة الشرايح دي كلها اللي احنا بنقدر نحملها كلها مرة واحدة. بيبقى ملف بسيط كده، مساحته 5 أو 10 كيلو بايت بالكتير. بيبقى فيه كل المعلومات عن الشرايح وروابط التحميل بتاعتها. هو هنا بس بيعمل بروسيسنج. خلاص، ده السكريبت، هنعمل له داونلود.
هنروح على طول نفتحه نشوف المكان اللي احنا حفظناه فيه، هنلاقي زي ما احنا شايفين ده مساحته تقريبا 8 كيلو بايت، ده فيه البيانات. عشان نحمل البيانات اللي جوه السكريبت محتاجين، هو السكريبت ده اللي بيشتغل مع اليونكس او اللينكس، احنا لو انت عندك ويندوز وعايز تحمل البيانات هتضطر تحمل برنامج اسمه سي واي جي وين. البرنامج ده بتحمله على طول بشكل مجاني، بيحول لك البيئة بتاعة الويندوز زي اليونكس او اللينكس على طول، بتحمل البرنامج المتوافق مع الاصدار بتاعك، احنا عندنا اصدار 64، هنروح نحمله على طول من الرابط هنا. وبعد ما بتحمله هو برنامج بسيط، بتعمل على طول سيت اب عادي ما فيش اي مشاكل. وبعد ما بتعمل عملية السيت اب هتلاقي ينزل لك ايكون على الديسكتوب اللي هي التيرمينال، بنفتح التيرمينال دي بتبقى في شكل زي الدوس كده، يعني زي الكوماند العادي بتاع الويندوز. كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنروح على السكريبت، هناخد السكريبت كده عن طريق دراج ودروب ونضعه او نحطه جوه التيرمينال دي، وبعدين هنضغط انتر، هيبتدي يطلب اليوزر نيم والباسورد بتوعك اللي انت مسجل بيهم على الموقع، هتدخله اليوزر نيم والباسورد وبعدين هتضغط انتر، هيبتدي يحمل الشرايح تباعا، كل ما الشريحة تخلص هيحمل اللي بعدها لحد ما يخلص الشرايح مهما كان عددهم. بعد ما بيكمل تحميلها هتروح على الفولدر بتاع البرنامج اللي هو السي واي جي تحت السي، هتلاقي الشرايح كلها تحت فولدر اسمه هوم، هتلاقي كل الشرايح اللي انت حملتها موجودة في الفولدر. عشان نستعرض الشرايح دي هنستخدم برنامج نظم معلومات جغرافية وليكن برنامج الجلوبال مابر. ميزة في برنامج جلوبال مابر انت مش بتحتاج تفك الضغط بتاع البيانات، انت ممكن تحمل البيانات المضغوطة على طول عليه، هيبتدي يحمل الشرايح كلها شريحة شريحة. بعد ما بيحمل الشرايح بتنزل لك كده على طول معمول لها موزايك للمنطقة بتاعتك، دي الشرايح اللي احنا حملناها عشان نشوف موقعك الجغرافي مظبوط ولا لا. ممكن نغير بس الستايل العرض، ممكن نروح نجيب بس ملف الحدود الإدارية بتاعت الدول، الملف العالمي احنا عندنا نسخة فبنحملها على طول، نحمل الكاونتري الشيب فايل فهيبتدي ينزلنا الحدود، هنلاقي البيانات مغطية المنطقة بتاعتنا مظبوط، مغطية دولة تونس بالكامل. عشان نحول البيانات دي بدل ما نستخدمها في شكل شرايح احنا ممكن نحولها لملف واحد يشتغل معانا على برامج نظم معلومات الجغرافية، فهنعمل تصدير دلوقتي للبيانات دي في شكل جي تيف اكسبورت، اكسبورت الفيجن جريد فورمات، وهنختار الفورمات الاشهر طبعا اللي هو الجي تيف بيشتغل على معظم البرامج، وهنقول له اوكي. هنلاقي هنا على طول فتح لنا الويندو بتاعة الاخراج، هنلاقي لو احنا شفنا الريزوليوشن بالمتر حولنا اليونت بالمتر هنلاقي 30 متر تقريبا، احنا بس ممكن نعمل ضغط للبيانات شوية عشان ما تبقاش مساحتها كبيرة، هنستخدم ال LZW compression وبعدين هنقول له اوكي، وهنروح نحدد المكان اللي احنا هنحفظ فيه البيانات ونديها اسم، ممكن نعمل فولدر جديد ونسميه، وبعدين ندي اسم للبيانات بتاعتنا، وبعدين نعمل سيف، هيبتدي هو يعمل تصدير للبيانات دي في ملف واحد. الخطوة دي هتاخد وقت شوية، احنا هنرجع لكم بعد ما تخلص على طول. كده العملية قربت تخلص، بعد ما بيعمل اخراج هنروح على المكان اللي احنا حفظنا فيه البيانات، هنلاقي ملف واحد مساحته تقريبا 460 ميجا بايت. الملف ده ممكن نستخدمه على طول مع اي برنامج نظم معلومات جغرافية، ممكن ناخده على طول ونفتحه ونسحبه ونحطه جوه برنامج جلوبال مابر هيفتح معانا. احنا كمان ممكن خلاص الشرايح القديمة دي ممكن نختارها كلها، ممكن نختار الشرايح بالشيفت ونختار كل الشرايح شيفت وندوس، وبعدين نعمل كلوز لللاير دي، هنلاقي على طول عندنا الملف اللي هو الجوتيف اللي احنا حملناه وملف الحدود الإدارية بس، وبكده البيانات جاهزة ان احنا نقدر نعمل عليها اي تحليل احنا عايزينه، نقدر نعمل خطوط كونتور، نقدر نعمل اي تحليل للهيدرولوجي او غيره، ونقدر نستعرض البيانات في بيئة ثلاثية الأبعاد. الإصدار ده هو يعتبر أحدث إصدار تم عليه خطوات كتيرة أوي من المعالجة، الناس اللي استخدمت الإصدارات القديمة سواء الـ SRTM أو الـ STAR
لو قارنوه هيلاقوا فيه فرق كبير جدا. لو كان فيه عيوب أو مشاكل في الإصدارات القديمة فتم معالجتها في هذا الإصدار، والبيانات متاحة زي ما شفنا للتحميل مباشرة. نتمنى يكون التطبيق عجبكم، ونشوفكم في حلقات تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.